A uniform solid disk M equals 4 kilogram و R equals 0.2 meter وال I عند center of mass اللي هو هنا بيساوي نص M R squared is pivoted at its rim اللي هي النقطة دي as shown. The disk is released from rest يعني ما كانش عنده أي طاقة حركة at the horizontal position لما كان هنا كده نزل. Find the moment of inertia of the disk about the pivot يعني مش بس ده لا زائد m d square فال i عند البيفوت هيساوي ال i عند ال cm center of mass زائد الماس في المسافة اللي من هنا لغاية هنا اللي هي r وبالتالي نص الماس بأربعة 0.2 تربيع زائد 4 في ال R اللي هي 0.2 تربيع 1.5 في 4 في 0.2 تربيع 0.24 والوحدة كيلوغرام متر تربيع. في البارت بيقول لي find the angular speed of the disk when it reaches the vertical position يعني بعد ما جه هنا كده اهو فنطبق بين النقطة واحد وبين النقطة اتنين conservation of energy فأقول ال K عند ال position 1 وال U عند ال position 1 K عند ال position 2 وال U عند ال position 2 ونعتبر ان هنا ال H بصفر الحتة دي ال H بتاعتها بصفر وبالتالي هنا ال H تساوي R ال K واحد فوق بصفر إني قال لي released from rest ال U واحد MGH MGH اللي هي R هتساوي K اتنين K اتنين نقولها كلها على بعض نص في ال I للبيفت في الأوميجا سكوير طالما النقطة دي ثابتة ناخد المومنت اوف انرشيا عندها وفي اوميجا سكوير بدي تمثل كل طاقة الحركة زائد زيرو لان خلاص نزل هنا ال H بتساوي صفر تعالوا نعوض هنا 4 10 وده ال R اللي هو 0.2 والحتة دي 0.24 يبقى اقدر اجيب الاوميجا 40 في 0.2 يعني 8 في 2 تقسيم 0.24 وناخد الجذر التربيعي مرة تاني 40 في 0.2 8 في 2 تقسيم 0.24 والجذر التربيعي للأنصر 8.16 راد بير سكن ودي الأوميجا آخر بارت will define the speed of point Q اللي هي النقطة دي which is at the disk stream when the disk reaches the vertical position يعني أوميجا R ال VQ هتساوي أوميجا في ال R بتاعة ال Q اللي هي 2R يعني 8.16 2 في 0.2 يعني أضرب في 0.4 3.27 متر بير سكند